مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام هذا الأسبوع. اشتداد فرص الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية أيضا في نهاية الأسبوع، وأيضا الأجواء حارة في تقريبا معظم مناطق المملكة، لكنها من حيث درجات الحرارة معتدلة في منطقة المصايف. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مره اخرى. نستعرض الاحوال الجويه المتوقعه بدءا من يوم الاحد. يوم الاحد الاجواء حاره في المناطق الشماليه الغربيه العظمى 39 والصغرى 29، الشماليه الشرقيه 42 الى 29، وحاره الى شديده الحراره في المنطقتين الغربية والوسطى، والعظمى المتوقعة في هاتين المنطقتين 45 والصغرى 34، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 41-32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا معتدلة من حيث درجات الحرارة، غائمة جزئيا، فرصة لبعض الأمطار المتفرقة خاصة بعد الظهر وبعض العصر والمساء، العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 39-28، الشمالية الشرقية 42-30، وحارة إلى شديدة الحرارة في المنطقتين الشرقية والوسطى، الشرقية العظمى المتوقعة 45 والصغرى 34، والمنطقة الوسطى 46-32، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 41-32، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع سقوط بعض الأمطار بعد الظهر، لكنها بشكل عام معتدلة من حيث درجات الحرارة. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 39 إلى 28، والشمالية الشرقية 42 إلى 30، وحارة إلى شديدة الحرارة في المنطقتين الشرقية والوسطى، الشرقية 45 العظمى والصغرى 34، والمنطقة الوسطى 46 إلى 33، والمنطقة الغربية حارة إلى شديدة الحرارة 44 إلى 32، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية وسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 29 إلى 30 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 38-27، والشمالية الشرقية حارة 42-30، وشديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 48-35، وحارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 45-32، وحارة في المنطقة الغربية 42-34، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية وسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا في المنطقة الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية، والعظمى المتوقعة في المناطق الجنوبية الغربية 28 والصغرى 17 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية الغربية 38-28، والشمالية الشرقية 42 إلى 30، شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 48 إلى 35، وحارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 44 إلى 32، وحارة ومغبرة في المنطقة الغربية 39-33، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. ويوم الجمعة إن شاء الله
استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، الشمالية الشرقية 40 العظمى والصغرى 30، الشمالية الشرقية 41-30، والمنطقة الشرقية حارة 44-36، والمنطقة الوسطى 44-32، والمنطقة الغربية أجواء حارة ومغبرة 39 إلى 33 درجة، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 24 إلى 19 درجة مئوية. بالمناسبة الأمطار ستهطل نهاية هذا الأسبوع في معظم هذا أيام الأسبوع في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن نهاية هذا الأسبوع ستمتد لتصل أيضا إلى بعض المناطق الغربية، وقد تصل إلى منطقة مكة المكرمة والمدينة نهاية هذا الأسبوع. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.